أنا في رأيي النهارده الاحتفالية مش بس حلوة الاحتفالية جزء من اللقطات أو المشاهد أو اللمحات الجميلة اللي فيها كانت الريس هتقولي ليه؟ هقول لك طيب في جزء في كورال البنات والأولاد بدأوا يغنوا أغاني بتاعة عيد الأم وبعدين مع اغنيه ست الحبايب تحديدا الرئيس لو خدت بالك وشفت المشهد كويس الكاميرا جت على الرئيس الرئيس بدا يسرح وفي الغالب تذكر والدته رحمه الله عليها وكان واضح يعني سرح تذكر الوالده بعد شويه بدأ الريس يدمع ومسح دموعه قبل ما يقوم علشان يقول الكلمه بتاعته. طيب اللقطه او اللمحه او هذا المشهد كل اللي انا عايز اقولهولك انت بتتعامل كمواطن مع انسان طبيعي جدا وانسان لا يخجل ابدا من مكاشفه الناس بعواطفه ورجل مش بس على ما يبدو بمنتهى الوضوح هو يحمل دائما عاطفه جياشه ولا يخجل من ابرازها يعني انت تشوف المشهد بتاع النهارده تشوف المشهد ده مع الاطفال الصغيرين في قادرون باختلاف تعرف مين هو هذا الرجل؟ انسان حقيقي مكتمل انسان ممتلئ بالاحساس مش بقول لك انه بتحركه مشاعره او احاسيسه او عواطفه لانه في قراراته كرئيس هو يتعامل بمنتهى المنطق طول الوقت لكن هو طول الوقت كمان واضح وطبيعي يعني حتى لما الرئيس طلع على البوديوم علشان يقول الكلمه بتاعته فقال اقول لكم كلامي انا اللي انا حاسس بيه اللي جوايا ولا اقول لكم الكلام اللي مكتوب ما انا كده كده هقول الاثنين علشان اللي كتبوا الكلام ما يزعلوش طول الوقت هو يصرحك ويتكلم معاك وطول الوقت يزيل الحواجز اذا خليك واثق طول الوقت انك بتتعامل مع رجل صادق بنسبة مية في المية مية في المية مختومة مية في المية صادق رجل ما عندوش مواربات خد بالك انه في جزء من كلمته قال انا مش بقول احنا ممكن نعمل الحاجات بطريقه نقول كلمتين حلوين ونروح. وانا ما بعملش كده. انا هقول لكم احنا بنعمل ايه لما كان بيتكلم على الصندوق اللي اتكلم عليه وقال ما ينفعش يبقى الصندوق ده مديون بالطريقه دي و و وقال وانا بتابع كل حاجه قال ما انا متابع. الناس قعدت تتكلم ده هياخدوا مننا فلوس قد كده وهيعملوا يلا بينا نلحق نتجوز بسرعه قال له كل الكلام ده انا متابع. وأنا يعني فاهم أنه ممكن الناس تسمع الكلام وتفهمه كل واحد بطريقته فنرجو أنه ما يتمش لوي كلامي